وصباح الخير من العالم الموازي من كوكب جورجيا. صباح النور، يوم جديد ومغامرة جديدة. نحن الآن في الطريق إلى مدينة باتومي بالاتجاه من جورجيا، فإن شاء الله نتوفق ونعمل مغامرة حلوة ونكتشف مع بعض مدينة جورجيا، بس مدينة باتومي. بس نوصل إن شاء الله، وإحنا هلين لسه ماشي بالسوق القديم في البعد الآخر اللي اسمه جورجيا. وصباح الخير باتجاه إلى باتومي، ويلا بينا. نازلين اهو بندور على تاكسي عشان نروح على محطة الباصات، لان امبارح ما لقيناش قطارات رايحة على باتومي. فاستنينا النهاردة وشايفين ادي محيط السوق القديم بمدينة قطيسي والاتجاه الى مدينة باتومي. بس يعني المدينة عارقة في القدم. يعني زين مارشوت استايات ماروش كبير اسقباري انجلش انجلش. لما اقول لهم بتكلم انجليزي بيتفاجئوا ليه؟ هو الانجليزي لغه عيب. شاب جواد، شاب جواد، شاب جواد، شاب جواد، اسم المحطه شاب جواد. شايف جواز؟ ممكن. شنو اللي مفروض عندك؟ ما شايفين الشارع صغير قد ايه؟ اللوحه اكبر من الشارع نفسه، حتى اعلانات اكبر من الشارع نفسه. باتومي، باتومي، باتومي. يلا هاو ماتش؟ 21 اوكي. ادفع هناك قبل ما نيجي. اوكي. مستنين الميكروباص يتعبى زي اي ميكروباص في اي دولة محترمة من دول العالم الثالث. بقالنا نص ساعة قاعدين وما كانش الباص يتعبى. بسم الله وتوكلنا على الله، وبدأت رحلة باتومي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والطريق بياخد تقريبا من مدينة قطيسي لمدينة باتومي على البحر الاسود تقريبا من ساعتين ونص لثلاث ساعات. طبعا انا اول ما الباص بيتحرك مستعد للنوم، كأني بشحن بطارية جسمي استعدادا للمغامرة القادمة. فأقول لكم دي نعمة طبعا استفدتها من السفر، اني انتهز فترات الانتقال من لمكان لمكان عشان ترتاح. تصبحوا على خير، نشوفكم بعد شوي. واخيرا وبعد ثلاث ساعات وصلنا مدينة باتومي. لكن شايفين الجمال؟ شيء فعلا يفتح النفس. وادي البحر الاسود الجميل يا جماعة. البحر الاسود مش لونه اسود، نكتة بايخة بتتقلي كل شوية من قبل ما سافر. وباتومي بتكون تاني اكبر مدينة في دولة جورجيا بعد العاصمة تبليسي، وبتكون موجودة على صحراء البحر الاسود اللي احنا بنقرب منه جنوب غرب جورجيا. وتكون عاصمة جمهورية أدجارا اللي بتتمتع بالحكم الذاتي داخل دولة جورجيا. يمكن اول مرة ازور في حياتي دولة بتتمتع بحكم الذاتي، فهتكون تجربة جديدة عليا ان شاء الله. وعدد سكانها تقريبا 250 الف نسمة، واقتصادها الاساسي قائم على السياحة والقمار. تخيلوا، عشان كده بيطلق على مدينة باتومي لاس فيغاس البحر الاسود. ومدينة كمان بتكون من اهم المواني البحرية الجورجية اللي بتشحن منها جورجيا وبتستورد لكل العالم، وده بيخليها واحدة من اهم المواني البحرية الموجودة على البحر الاسود. وصلنا باتومي اخيرا بعد ثلاث ساعات. بس ايه ده؟ شيء يفتح النفس تنزل تلاقي التلفيك في وشك والبحر. في البحر يا جماعة، انا موت في البحر. الدنيا برد، فجأة قلب الدنيا برد. بس مستمرين في اكتشاف والمغامرة مستمرة في جورجيا. رغم نحط بس نحن الفندق ورغم البرد القارس، هنكتشفك يا باتومي، هنجيب أسرارك. يلا بينا. هنعمل ايه في المطرة دي؟ انا مش هستنى على فكرة، احنا ننزل فورا نكتشف المدينة. ما عنديش صبر، عايز اعرف ايه قصة الحكم الذاتي دي، وازاي دولة ليها سيادة جوه دولة تانية. ادي الفندق، حط انت الشنط وخلينا ننطلق في المدينة فورا. بدينا فورا فورا، حطينا اغراضنا بالفندق، نزلنا على الفور عشان نكتشف المدينة في اسرع وقت.
عندنا الشوات قاعدين بس هنا بالتين شوفوا ايه في المدينة. انا محضر شوية حاجات كده اتمنى تكونوا تكون دي اجمل حاجة موجودة في المدينة اللي لو شفتهم هتحس كأنك اخدت تجربة السفر كاملة وكأنك كنت رفيقي بالرحلة وكأنك هناك. لو انت حاسس بالاحساس ده فعلا ففورا اشترك بالقناة واعمل لايك عشان احس ان انا معجب شيء لكن حاجة جميلة جدا لايكها فورا عشان حوركم حاجات جميلة جدا. مستعد يلا. وأشهر حاجة في مدينة باتومي هي شواطئها الجميلة طبعا، ولكن كمان معالمها الداخلية مشهورة زي ساحة أوروبا الجميلة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. وبص الشمال ويمين قبل ما عدت الشارع والدنيا برد يا جماعة، الدنيا برد، ايه الحظ ده يا ربي. الساحة بتكون محور لشوارع تانية مهمة عشان كده بتعد تقريبا وسط المدينة، وطبعا حوالين الساحة في فنادق ومطاعم وقهاوي جميلة بتحصل فيها احداث كتير وحفلات ومهرجانات كلها بتحصل في الساحة دي، وبيقولوا ان في نافورة راقصة في وسطها بس طبعا مش شغالة عشان المطرة دي. يعني لو جيت على الساحة دي اكيد هتقضي وقت مسلي وممتع. وعشان هي مركز تجمع اهل المدينه هتقدر تشوف اهل المدينه من قريب، وسمت الساحه ساحه اوروبا عشان تعكس رغبه الشعب الجورجي في انه يظهر ارتباطه بجيرانه في الغرب بعد حصوله على الاستقلال من الامبراطوريه العثمانيه وبعدها الامبراطوريه الروسيه في القرن ال19. واجمل حاجه في الساحه هندستها المعماريه اللي بترجع للقرن ال19 وبتمزج كده بين القديم والحديث فيها، زي التمثال اللي في وسطها تمثال الملكه ميديا. القصة بتقول ان مملكة كوليشيوس التاريخية الموجودة في الاساطير الرومانية هي نفسها كانت مقاطعة ادجارا اللي عاصمتها باتومي حاليا. وبتقول الاسطورة ان الملكة ميديا بنت الملك عيتا ملك كوليشيوس وقعت في حب جيسون زعيم ارجونوس اللي كان راجع من الحروب الطروادية وساعدته على سرقة الصوف الذهبي، وهربوا مع بعض على السفينة كان اسمها ارجو، وبعد كده الصوف الذهبي بقى رمز لازدهار جورجيا ومجدها، فكان طبيعي ان يخلوا النصب التذكاري ده الميديا في وسط ساحة اوروبا، وبيصور الملكة ميديا وهي ماسكة بفخر كده الصوف الذهبي، وبيصوروا المركب ارجو محفور على قاعدتها العملاقة. التمثال تم افتتاحه سنة 2007 واكيد هتمر عليه وتشوفه وانت بتتمشى في ساحة اوروبا. حوالين الساحة يا جماعة في عمارات قديمة جدا، لكن اللي لفت نظري المبنى الجميل ده لان في ساعة مش زي الساعات العادية اللي بنشوفها في كل المدن، ولكن ساعة فلكية، والساعة دي بتكون من اهم المعالم الموجودة في منطقة باتومي القديمة. شايفين العمارات جميلة ازاي؟ المهم خلينا نمشي لعنده علشان نعرف ايه قصته بالظبط. والساعة الفلكية بتكون موجودة في برج بيملكه البنك الوطني الجورجي كشعار ورمز ليه. والساعة الفلكية دي مجهزة بأجهزة خاصة بتظهر مش بس الوقت الفعلي للمدينة ولكن كمان معلومات فلكية، يعني زي موقع الشمس والقمر والكواكب والأبراج السماوية، وكمان بتظهر خط الزوال والأفق وشروق الشمس وغروبها حسب حركة الشمس وعمر القمر والحركة الفعلية للقمر حوالين الأرض. كل ده موجود في الساعة دي. كل ده شايفين المطر موقفش ثانية واحدة من أول يوم عشان أعرف أصور. والساعة الفلكية دي طبعا مش تكنولوجيا جورجية اللي لسه حديثة في التكنولوجيا، يعني لسه نايلة استقلالها من أقل من 30 سنة، أكيد ما عندهاش التكنولوجيا اللي تخليها تصمم الساعة دي، ولكن تم تصنيعها في ألمانيا بأمر من مجلس مدينة باتومي سنة 2010 وتكلفت وقتها 62 مليون يورو. وجات فكرتها لما اختاروا يعملوها زي الساعة الفلكية اللي في قاعة مدينة براغ بجمهورية التشيك اللي تعد أشهر معلم في مدينة هناك، وكنت صورتها قبل كده في زيارتي لمدينة براغ لو تحبوا تشوفوها، وكانت رمز لتقدم مدينة براغ لعشرات السنين. فقالوا احنا كمان هتكون عندنا ساعة رمز لمدينتنا وان شاء الله كمان هتكون لعشرات السنين. الساعة جميلة جدا وبتعبر عن اهمية الوقت في حياة المدينة ورمز جميل ربط الماضي والحاضر في اهم ساحة في المدينة ساحة اوروبا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان باتومي كانت فتره من الفترات تحت الحكم العثماني، فسمعت ان في منطقه في المدينه القديمه فيها تاريخ اسلامي او عثماني كبير، فخلينا نروح عليها. الصراحه من جمال ساحه اوروبا انا مش قادر اسيبها، العمود الجميل ده والمباني اللي تجنن اللي تقعد تتفرج عليها ساعات وما تملش من كتر جمال معماريتها. ولكن خلينا نروح على المنطقة تانية بسرعة ويمكن نيجي اقعد هنا بالليل كده اتسلى في الساحة الجميلة دي.
بس المطر مش هيخلص النهاردة. بس أكيد لو متابعني من زمان هتعرف إن مفيش حاجة بتمنعني عن اكتشاف مدينة جديدة، ولا برد ولا حر. شغف المغامرة والتجارب الجديدة يا جماعة بيجري في دمي، طبعا إلا إذا حصل مرض أو حوادث لا سمح الله، الله يبعدهم عننا. ومن أجمل الحاجات اللي بحب أعملها في أي مدينة جديدة أني أمشي في شوارعها القديمة وأضيع فيها، أمشي مع الطيار كأني جزء من المدينة، اللي يوصلني الإحساس نبض المدينة كأني واحد عايش فيها من عشرات السنين. وصلت مكان من أجمل مناطق المدينة، ساحة اسمها ساحة باتومي، لكن قبل ما أدخل الساحة شفت الفندق الجميل ده. اعترف لكم يا جماعة ان بالتأكيد ده واحد من اجمل فنادق اللي شفتها في كل جورجيا. الفندق موقعه على ساحة باتومي الجميلة اللي هتشوفها بعد شوية، والغريب ان الفندق نفسه موجود بشكل غير طبيعي جوه برج الساعة نفسه، يعني برج الساعة ده والفندق جواه، وموجود في كل دور منه غرفتين وبس، وكل غرفة ليها تصميم مختلف وفريد. طبعا مفيش حمام سباحة ولا جيم زي الأي ممكن تتوقع في فندق 4 نجوم، ولكن فندق البوتيك ده أكيد بيستحق الإقامة فيه، بكفي المناظر الروعة من فوق اللي بتطل على مدينة باتومي القديمة. أما ساحة باتومي اللي داخلين عليها دي هي ساحة عامة على الطراز الإيطالي، موجود حواليها مباني مهمة، لكن اللي بيميز الساحة وجود فسيفساء جميلة في نصها بتبلغ مساحتها تقريبا 106 متر مربع، اللي بيخليها أكبر فسيفساء رخامية تصويرية موجودة في كل أوروبا. تم إنشاء الفسيفساء دي سنة 2010 من تصميم المصممة الجورجية السويسرية نتالي ديبيتا أميرجيبي. بتتكون الفسيفساء من 8 دوائر موضوعة كده واحدة جوه التانية، واللي بتفكرنا بالدوامات على سطح البحر، وكل دايرة متزينة بعصاير زخرفية وتصويرية وبلون مختلف لخمس شخصيات نسائية قديمة، وكل شخصية بتعبر عن عصر من العصور اللي مرت على باتومي. الفسيفساء بتتكون من 88 ألف عنصر مقطوع ومتم ربطها في أكتر من 1,700,000 قطعة. أما الساحة نفسها فموجود فيها قهاوي وفنادق ومركز للتسوق، والساحة نفسها بتعد واحدة من أكثر المعالم السياحية زيارة وشعبية في مدينة باتومي، خاصة أنها قريبة جدا، يعني حوالي 4 شوارع من البحر الأسود اللي حنوصله أكيد ورايح عليه في النهاية. وعلى يمين الساحة في كنيسة جميلة جدا اسمها كنيسة القديس نيكولاس. الكنيسة تم بنائها في نهاية القرن 18 سنة 1865 بطلب وفد من اليونانيين المقيمين في باتومي من السلطان التركي انهم يبنوا الكنيسة، فسمح لهم السلطان انهم يبنوا الكنيسة بشرط واحد بس، ان الاجراس بتاعتها ما تدقش ابدا في الهيكل. وقيم اول قداس في الكنيسة سنة 1871، وفي سنة 1878 دقت اجراس الكنيسة لاول مرة لما دخل الجيش الروسي المدينة وحررها من العثمانيين كعلامة على انتهاء سيطرة الاتراك على مدينة باتومي. ولكن للأسف مع انتهاء العصر الروسي وبداية عصر الاتحاد السوفيتي كان أسوأ وقت للكنيسة، يعني أسوأ كمان من العصر العثماني، فتوقفت الكنيسة تماما عن العمل، يعني على الأقل كانت في العصر العثماني شغالة بدون أجراس. وفضلت كده لغاية سنة 1948 بعد الحرب العالمية الثانية، لما طلب الأهالي وقتها إعادة افتتاح الكنيسة، وتبرع كتير من الشعب الأرثوذكسي اللي بيحب دينه ورجال أعمال كتير عشان يرجع يرمموا الكنيسة. وأقيم أول قداس في الكنيسة لأول مرة بعد انقطاع سنوات طويلة سنة 1948، والكنيسة مبنية كلها من الحجر، واعتقد ان يكفي شوفها من برة عشان نستمتع بجمال الكنيسة والساحة الجميلة اللي بتطل عليها ساحة باتومي. وبعد الكنيسة اليونانية اللي بتعد أقدم كنيسة في المدينة بيجي الدخلة الطويلة دي اللي فيها أقدم جامع في المدينة، مسجد باتومي أو أورطا جامع. ومسجد أورطا جامع بيكون واحد من أقدم المباني في المدينة، فتم بناؤه خلال فترة الحكم العثماني سنة 1866. وأورطا يعني الأوسط بالتركي، وتسمى بالاسم ده لأنه كان وقتها موجود بين جامعين تانيين فكان الأوسط ما بينهم، فتسمى الجامع الأوسط أو أورطا جامع. ولكن للأسف حاليا الجامع ده بيكون الوحيد الباقي في مدينة باتومي، والمسجد بيكون مثال نموذجي للعمارة العثمانية المتأخرة، فالمبنى زي ما انتم شايفين كبير ومستطيل ولونه أبيض، والقبة الذهبية اللي في وسطه
والمأذنة البيضاء الطويلة العالية اللي بتجذب الانتباه من مسافة بعيدة بتكون مثال جيد على العمارة العثمانية المتأخرة. المدخل الشرقي هو أكتر حاجة عجبتني، فهو مليان شغل في الديكور بتاعه، بيحيط بيه أعمدة مدعمة بقوس طويل على شكل خوزة، والشبابيك على الوجهات مرتبة في مستويين، والسقف معمول من جملون خشبي قايم على 4 أعمدة مدورة، وفي نصه بالظبط موجود القبة على أعمدة خشبية. وطبعا زي كل الجوامع العثمانية تم تزيين السقف والقبة والحوائط بلوحات زخرفية وصور قرآنية ملونة. وكحال جميع المعالم الدينية التانية الموجودة في المدينة، تم إغلاق الجامع ده في عصر الاتحاد السوفيتي، وتم إعادة افتتاحه مرة تانية في التسعينات بعد الاستقلال بعد تنفيذ أعمال ترميم كتيرة فيه، عشان يكمل بعد كده أعمال الروحية والثقافية، ويكون له دور أساسي في خلق بيئة حضرية متعددة الثقافات في مدينة باتومي. وهكذا يا جماعة، وبصلنا للبحر الاسود الجميل ده اللي مش لونه اسود. بتكون خلصت اول جولة لينا في مدينة باتومي. اتمنى تكون انبسطتوا في رحلة النهاردة. انا هريح شوية وارجع تاني كمل اكتشاف المدينة. ولكن يا ترى ايه اللي لسه هشوفه في مدينة باتومي الجميلة؟ اذا انت متشوق استنى الحلقة الجاية عشان تعرف اجابة السؤال ده. وطبعا اشترك بالقناة لو عجبك الفيديو، واعمل لايك علشان ترفع معنوياتي بعد تعب يوم التصوير الطويل في المطرة دي. ولغاية ما اشوفكم قريبا في الحلقة الجاية ان شاء الله، اشوف وشكم بخير وسلام.